جئنا بتعليمات ومتابعة من فخامة الأخ الرئيس محمود عباس لنعلن العالم من قلب غزة أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون ولن تقوم دون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة والقطاع. احنا كوضع الشباب في غزة وضع يأساوي صعب جدا. احنا ننتظر هذه المصالحة على أمل ان يصير مصالحة لتوفير فرص عمل للاجيال السابقة